はい、お願いします。 بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا الاعزاء اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده وبرنامجكم مدرستنا اكاديمي هام الفؤاد بروضك الرياني اسمى اللغات ربيبه القران انا لا اخاطب بالرطانه عربا او استعير مترجما لبياني لغه حباها الله حرفا خالدا فتضوعت عبقا على الاكوان اهلا حبيبنا الاعزاء واستكمالا لما بداناه في الحلقه السابقه نستكمل أساليب النحوية ومقارنات نحوية هامة لا يخلو منها أي امتحان ننتبه كده وربنا يوفقنا إن شاء الله كنا انتهينا من الاسلوب التعجب واسلوب التفضيل واسلوب الاختصاص واسلوب المدح وايه والذم واسلوب الغراء والتحذير خلاص دي اساليب كلها بنتناقش فيها وبتجينا في الامتحانات وجت اخوانكم العام الماضي بنستكمل بقى المصدر الصناعي والاسم المنسوب وده درس سهل جدا ما حاجه المصدر الصناعي اسم تلحقه ياء النسب المشدده تليها تاء التأنيث المربوط ياء النسب المشدده تليها تاء التأنيث المربوط والفرق بينه وبين الاسم المنسوب سريعا الاسم المنسوب يأتي صفه لاسم قبله فالمصدر الصناعي عمره ما يجي صفه ما يجيش نعت ابدا لو جه المصدر الصناعي لقيتي اعربه نعت يبقى ده اسم منسوب في هذه الحاله كان انسب نفسي لمصر اقول انا رجل مصري وبنتي فتاة او لي مصرية خلاص اهو مصرية دي دي جاية نعت خلاص فما اقولش عليها ايه ما اقولش عليها مصدر صناعة لانها جاءت نعت يعني لما يجي نعت اللي هو الصفة ما اقولش عليه مصدر صناعة والاسم منسوب طب المصدر الصناعي يقصد لذاته ولا يعرف صفة لاخد مثال كده بقول لك الانسانية كلها تناشد اليهود ان يتحلوا بالمواقف الانسانية في معاملة الفلسطينيين الانسانية الاولى مصدر صناعة طب ليه قلت لان عربها مبتدأ مرفوع على مترفع الضم طب المواقف الانسانية آه دي نعت مجرور وعلامة جاري الكسرة فدي اسم منسوب. يجب أن تسعى في حياتك العملية بجدية. طب دي العمل هو حطيت ليه بقت العملية حياتك العملية، خلي بالك حياتك معرفة. والعملية معرفة ومصفة حياتك أنها حياة إيه عملية يبقى دي نعت ده اسم منسوب بجدية. آه جد حطيت ليها والتيل بقى حرف جر وجدية ده اسم مجرور يبقى ده في هذه الحالة مصدر يا حبايبي مصدر صناعة عندي بعد كده توكيد الفعل بالنون الفعل الماضي طبعا ممتنع التوكيد بالنون دائما الفعل الامر جائز التوكيد بالنون دائما اقول لك اسعى في الخير سعينا في الخير قول الصدق قولنا الصدق ارضى بما قسم الله لك او ارضينا بما قسم الله لك تكن اغنى الناس الى اخره الفعل المضارع بقى يجي واجب التوكيد بالنون جائز التوكيد بالنون ممتنع التوكيد بالنون امتى يكون المضارع واجب التوكيد بالنون اذا توفر فيه شروط اربعه احنا عارفين ان هو مضارع اولا وقع مضارع خلاص وقع في جواب القسم متصل باللام خلاص آه لام القسم اتصال مباشر مثبت مش منفي دل على الاستقبال وليس يدل على الحال كم شرط خمسه هو مضارع خلاص وقع في جواب القسم متصل باللام اتصال مباشر مثبت دل على الاستقبال ما يكونش فيه كلمه الان تدل على الحال هيبقى ممتنع في هذه الحاله كان اقول مثلا والله لا يسعين المؤمن في الخير. لو خدنا الفعل يسعينا كده او الجمله كلها هتلاقي لا يسعين مضارع، واقع في جواب القسم، متصل بالله اتصال مباشر، مثبت مش منفي. دل على الاستقبال ما فيش كلمه الان تخليها يدل على الحال. خلاص؟ او امس تخليها يدل على الماضي، خلاص؟ فلا يبقى واجب التوكيد بالنون. امتى يكون ممتنع؟ سيب الجائز دلوقتي انت يكون ممتنع لو فقد شرط من الشروط ايه الاربعة بتوعه كان اقول مثلا آه يسعى المؤمن في الخير لم يقع في جواب القسم طب عايز اجيبه منفى اقول والله لن يسعى المؤمن الا في الخير والله لن يسعى طب لان اداه نفى ممتنع طب والله لا يسعى لغايه كده كويس المؤمن في الخير الان حطيت الان برضه بقى ممتنع ولو فصلت بين اللام والفعل يسعى بسوف والله لا سوف يسعى المؤمن في الخير برضه بقى ممتنع يبقى اذا فقد شرط من الشروط ايه الاربعه بتوع هو مضارع لازم يكون واقع في جواب القسم متصل بالله من صل مباشر مثبت دل على الاستقبال اذا فقد شرط من الشروط دي يتحول على طول من فعل واجب التوكيد بالنون الى فعل ممتنع التوكيد بالنون طب الجائز التوكيد بالنون ايه يجوز توكيد الفعل المضارع بالنون اذا سبق بطلب امر نهي استفهام نداء تمني ترجي عرض تحضيض الى سبق بايه بطلب اقول لك هل يسعين او هل يسعى المؤمن في الخير لا تهملن او لا تهمل الواجب الا تحافظن او الا تحافظ ما هو جائز يعني ايه جائز ينفع احط النون وينفع ما احطهاش وفي الحالتين سواء في نون او ما فيهوش نون اقول جائز ما انا جايب لك هل يسعين او هل يسعى المؤمن في الخير لا تهملن او لا تهمل وقتك والممتنع شفناها مع بعض ما حكم اعراب الفعل المضارع عندما تتصل به نون التوكيد خدنا في الوحدة الخامسه حبايبي نذكركم بها سريعا يبنى المضارع في حالتين اذا اتصلت به احدى النونين نون النسوة ويبنى على السكون ونون التوكيد ويبنى على الفتح فاي فعل تتصل بين التوكيد يبقى فعل مبني على الفتح سواء ايه مضارع او امر هتقول لي الماضي اقول لك الماضي لا ياتي لا يؤكد بالنون ابدا يؤكد بقد ولقد طيب تعالى بقى لفوارق هامة جدا في اللغة العربية ومقارنات نحوية هامة جدا. أنواع لها في اللغة العربية ودي ودي مهمة جدا 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 حبايبنا الأعزاء. لنا هي الجازمة وأنا مصمم تقول لنا هي الجازمة على طول ما تقولش لنا هي وبس. لنا هي الجازمة للفعل المضارع. دي تحتوي على طلب وتنهى المخاطب عن فعل شيء قد يضره. خلاص؟ تحس إن فيها أمر كده. هي مش أمر هي طلب. خلاص؟ اقول لك لا تهمل اه حد قدامي وانا بخطبه ولا تترك الصلاة ولا تعصي والديه ولا تقل الا الصدق ولا تشهد بغير الحق كل اللي قاتل اللي انا قلتها دي لنا هي جازمة طب واللي بعديها فعل مضارع مجزوم طبعا شوف علامة جزمي إيه. لو تعصي مجزوم بحذف حرف العلم وبقية الافعال اللي قلناها كلها لا تهمل وتترك وتقل وتشهد كل ده مجزوم علامة جزم السكون لانه صحيح هي الاخر هتقول لي ما تقل اهو انا حذفت منها الواو أحذفت الواو من تقول لعدم التقاء ساكنين. ما خدنا ده في الواحد الخامس تفصيلا يعني. فكل ما تحته خط فعل مضارع مجزوم. طب عرفت لأنها هي الجازمة لفعل مضارع. في لنا فيها للفعل بقى. لا تحتوي على طلب يا حبايبي. جاية للنفي فقط. زي ما اقول لك المجتهد لا يهمل انا مش بنهى حد قدامي هنا ده انا بنفي عن المجتهد صفه الاهمال المجتهد لا يهمل دروسه ولا يترك فرائضها ولا يترك الصلاه ولا يعصي والديه ولا يقول الا الصدق ولا يشهد بغير الحق خلاص زي ما جاب لي في امتحان تجريبي السنه اللي فاتت المؤمن لا رحما قطع ولا صديقا خسر ودي شرحناها باستفاء في لا نافيه للجنس فلا هنا نافيه للفعل بس المفعول به رحما تقدم على الفعل ايه؟ قطع كذلك صديقا تقدم على الفعل ايه؟ خسر اصله المؤمن لا قطع رحما ولا خسر صديقا فلا هنا نافيه وتلك لا تؤثر في اعراب الفعل المضارع بعدها لو جه بعدها فعل مضارع فعل مضارع مرفوع لضمه يهمل ويترك ويعصي ويقول ويشهد كل ده مرفوع والماضي يظل مبني كما هو دي لا النهايه الجازمه ولا النافيه للفعل خلاص طب لا العاطفه اه تعطف اسما على اسم ودي مهمه تثبت الحكم لما قبلها وتنفيه عما بعدها نحب المجتهد لا الكسول طبعاً نحب المجتهد لا الكسول فاثبتت حبنا المجتهد ونفت تثبت الحكم لما قبله وتنفيه عما بعده العقاد اديب ولا رسام ده انا بقول لا عاطفه يعني حرف عطف اه حرف عطف ما هو إن المجتهد مفعول به كسول معطوف منصوب بالفتح طب العقاد اديب ولا رسام لا عاطفه رسام معطوف مرفوع بالضم طب لا فعل الجنس من اخوات ان اه الواحده الثالثه تتوافر فيها شروط ثلاثه ان يكون اسمها وخبرها نكرتين لا يفصل بينها وبين اسمها فاصل ولا يسبقها حرف جر فدي تبقى لا نافيه للجنس تعمل عمل ان يجي بعدها اسم لا وخبر لا طب لا النافيه الجنس المهمله التي تفقد شرطا من شروط لا نافيه للجنس اللي هي ايه تعمل عمل ان يعني كان اقول مثلا لا الجود يفقر ولا الاغداء مقتاله لا الجود يفقر اه الكرم عمر ما فيها حد ولا الاغداء مقتاله فالجود هنا جاية معرفة فمبتدأ والاقدام معرفة برضه مبتدأ ولا نافية مهملة نافية ايه يا حبايبي مهملة لا عمل لها الامتحان سهل بلا شك ان شاء الله يعني الباء حرف جر ولا نافية مهملة وشك اسم مجرور بالباء وعلامة جريد الكسر لا بيننا خائن اه فصل بالله وبين اسمها فاصل فبيننا يبقى ظرف وانها مضاف ليه شبه الجمله خبر مقدم وخائن مبتدا ايه مؤخر ودي انواع اللاءات في اللغه العربيه عندي انواع الفاء بقى في اللغه العربيه خلي بالي منها جيدا فاء السببيه تنصب المضارع اول حاجه فاء السببيه أداة نصب من أدوات نصب الفعل المضارع. خلاص؟ لابد أن تسبق بنفي أو طلب يا حبايبي. قل الصدق فتظهر الحقيقة. آه كل الصدق طلب، نوع الطلب هنا أمر صح. فتظهر سببية، فعل مضارع منصوب بفاء السببية وعلامة نصبية الفتح. لا تهملي دروسك فتنالي التقدير، كان اصلها تنالين فلا تهملي اه ده طلب مضارع مجزوم بعد الطلب اهو والفاء نوع الطلب نهي طبعا والفاء سببيه عشان سبقت بطلب وتنالي فعل مضارع منصوب بفاء السببيه وعلامه نصب حذف حذف النون. فاء العطف تفيد الترتيب والتعقيب تفيد الترتيب ويه التعقيب يعني التعقيب جابها لك اي السرعه حضر محمد وبسرعه بسرعه دخل وراه اسلام. ذاكرت النحو فالبلاغه ذاكرت النحو فالبلاغه ذاكرت النحو خلصته وبتفتح البلاغه بعديه على طول فالفاء تفيد الترتيب والسرعه عكسها ثم تفيد الترتيب والتراخي خلي بالك الحته دي ممكن تفيد بلاغيا كمان عندي فاء الجزاء اه الواقعه في اسلوب ايوه فاء الجزاء الواقعه في جواب الشرط المقترن بالفاء اسمها فاء الجزاء طب متى يجب اقتران جواب الشرط بالفاء واحده الخامسه ايضا يجب اقتران جواب الشرط بالفعل، قلت لك في بيت شعر احفظه، إذا كانت جملة جواب الشرط جملة اسمية طلبية وبجامد وبما وبلن وبقد وبالتسويف. أو اسمية طلبية وبجامد وما وبما ولن وقد وبالتسويف. من يهدي الله فهو المهتد، فالجزاء جواب شرط هو وقع في جواب الشرط، من يعمل جاهدا فسيحقق. من يهدي الله فلا مضل له، من يقصر فلن يفوز، وننبه ولادنا الأعزاء ان عندما يتصل يقترن جواب الشرط بالفاء يتغير اعراب الفعل المضارع فعندي هنا من يعمل جيدا فسيحقق هدفه يبقى فعل مضارع مرفوع والجمله كلها في محل جزم زي ما خدنا في الجمله التي لها محل من الاعراب من يقصر فلن يفوز برضه يفوز فعل مضارع منصوب بلن والجمله كلها في محل جزم فالاستئناف هي التي تستأنف جمله جديده بعدها وبعدها مبتدا زي القراءه تفيد الانسان فالقارئ يزداد علما كلما قرأ فالقارئ اه استأنفت جملة جديدة ده مبتدا مرفوع على مترفع ايه الضم انواع الواو في اللغة ودي كتير حبايب قلب نركز فيها شوية واو المعية انا عندي اتنين واو معية واو معية بتنصب الفعل المضارع وواو معية بيجي بعديها مفعول معه منصوب واحدة موجودة عندي في الواحدة الرابعة بتاعت المفعول معه والتانية موجودة في الواحدة الخامسة اللي هي او دي اسئله مقارنات هامه بقى خلي بالي بقى لان كله في منهجك يا حبايبي واول ما تنصب الفعل المضارع زيها زي فاء السببيه لسه تصبغ بنفي او طلب تصبغ بنفي او ايه تصبغ بنفي او طلب مثل فاء السببيه تماما هل تحسن الى جارك ويسيء اليك او, أو معي فعل مضارع منصوب علامه نصبه الفتح لا تنهى عن خلق وتاتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم لا تنهى طلب الواو معيّة وتاتي فعل مضارع منصوب وعلامه نصبه فتحه الظاهره المعتل الاخر بالواو والياء فتحته ظاهره المعتل الاخر بالالف اللي هو يسعى ويخشى فتحته مقدره آه واو المعي اللي بعدها مفعول معه منصوب ما بعدها لا يشترك مع ما قبلها في الفعل وده الفرق بينها وبين واو العطف يذاكر الطالب وضوء المصباح اه يذاكر الطالب مع ضوء المصباح طب اعرفها ازاي انها واو معيه ولا واو عطف؟ ما انا لسه قايل ما بعدها الطالب بيذاكر، ضوء المصباح بيذاكر معاه؟ لا طبعا. فضوء هنا مفعول معه. طب يشرح المعلم وانتباه الطلاب، المعلم بيشرح، طب الانتباه بيشرح معاه؟ لا. برضه واو معي ومفعول معه منصوب. واو الحال وتاتي اول جمله الحال. زي ما اقول لك يذاكر الطالب وضوء المصباح مناسب. اه هتقولي ما انت لسه قالها لي فوق وضوء المصباح، قلت لك وضوء المصباح بس. لكن ما قلتلكش وضوء المصباح مناسب. فضو هنا مبتدأ والمصباح مضاف إليه ومناسب خبر والجملة الإسمية كلها في محل نصب إيه؟ حال والواو دي واو إيه؟ الحال يشرح المعلم والطلاب منتبهون برضه كيف يشرح المعلم والطلاب؟ الرابط الواو دي واو الحال طلاب مبتدأ ومنتبهون خبر يدعون عنتر والرماح كأنها أشطرن بئر في لبان الأتهم الأتهم ده الفرز بتاعه يعني الواو برضه واو وو إيه؟ واو الحال واو العطف تعطف اسما على اسم او فعلا على فعل ذكرت القصة والقراءة وتفيد بالمناسبة الواو الاشتراك في الحكم تفيد الاشتراك فين؟ في الحكم بدون ترتيب او تعقيب الفعل الاشتراك في الحكم مع الترتيب والسرعة ثم الاشتراك في الحكم مع التأخير وهكذا حروف العطف حبايب خلي بالي منه خلاص فدي الواو واوي. واو العطف طب الواو لو عطفت مترادفان مع بعض عطفت هي مترادفين مع بعض يبقى للتوكيد في هذه الحالة أن عطف المترادفات في اللغة يفيد التوكيد خلي بالي منه الواو الأصلية في الفعل أو لام الفعل يعني إيه لام الفعل دي يدعو أنا عارف الواو أصلية آه طب يدعو على وزن يفعل صح ال ال في الوزن بتاع يفعل ده ايه اللي مقابل الواو اللام فهي اسمها واو اصليه اسمها ايضا لام ايه لام الفعل يا يدعو يرجو يسمو ينمو يعلو الى اخره. لاحظ الواو الاصليه الفعل ليس بعدها الف الفارقه لان دي واو اصليه الف الفارقه تيجي بعد واو الجماعه خلاص؟ اللي هو الضمير يعني واو جمع المذكر السالم دي علامه اعراب دي علامه ايه؟ واقول المعلم المدرسه متميزون اه معلم كده مرفوع علامه رفع الواو مدرسه مضفة ليه حذفت النون معلم للاضافه ولم اضع بعدها الف الفارقه لانها لا تاتي الا مع الفعل يا حبايبي متميزون اه خبر مرفوع علامه رفع الواو. طب نوع الواو في معلم متميزون واو جمع مذكر سالم ولا علامه اعراب ما هي واو جمع المذكر السالم هي علامه اعراب انا مش بقول مبتدا مرفوع علامه رفع الواو خلي بالي منها حبايب واو الجماعه ضمير في محل رفع فاعل دايما المصريون يحبون وطنهم اهو يحبون الواو اللي في حبون دي واو جماعه ضمير محل رفع فاعل ولن يتهاونوا حطيت بعديها الف الفريق عشان ده ضمير ما هواو هو الجماعه ضمير مدح رفع فعل خلاص طيب واو القسم تجر المقسم به بعدها اما اقول لك والله اه الواو اداه قسم ولفظ الجلاله اسم مجرور طب ما احنا عندنا في القران والعصر ما قلتش ليه العصر مكسوره كده وانت بتقراها ان الانسان لفي خسر نون والقلم وما يسطرون والشمس وضحاها بص كله ده واو قسم واو إيه؟ قسم فالمقسم بيه بعدها اسم ايه اسم مجرور وربي برضه نفس الكلام انواع اللام في اللغه العربيه بقى لام الجحود اه تصبغ بكون منفي تصبغ بكون ايه منفي يعني ايه كون منفي يعني كان المنفيه بماء ويكون المنفيه بلم ولازم تبقى كون منفي يعني ما تبقى للنافي ما تبقاش مع موصوله خلي بالك لو ما موصوله ما تبقاش لام ايه؟ تبقاش لام جحود. امال تبقى هي لام تعليل هناخد مثال دلوقتي. صوت ما كان العرب ليتفرقوا ما كان معناها لم يكن ينفع اقول لك لا ما ان فيها ينفع احط مكانها لم لم يكن العرب ليتفرقوا او لم يكن الطالب ليهمل او ما كان الطالب ليهمل لام الجحود تنصب والامتحان على الابواب طيب امال ايه اللي بتقول لي عليها ماء الموصوله اما اقول لك مثلا ايه يستفيد الانسان او انتفع بما هو ماضي او انتفع بما كان في الماضي لتستفيد في الحاضر انتفع بما كان خلاص لتستفيد فيما هو ات طب بس انتفع بما كان لتستفيد ما هيك بما كان هو انت ايه لكون منفي طب ما هنا بمعنى لم بلم يكن انتفع بلم يكن لا طبعا وما الماء ايه موصولة ينتفع العاقل بما كان ليستفيد فيما هو آت بص ينتفع العاقل بالذي كان يبقى نعرف ما هنا موصولة لا احط مكانها الذي لا ينتفع العاقل بما كان بالذي كان ليستفيد فيما هو آت يبقى لم هنا لم التعليل أما المكانة دي عشان كده بقولك نفكر يا حبايبي لو خدتها بالشكل اه ما كان خلاص دي لام جحود شكرا بقول لك نوع اللام في المثال قال اللي حافظ مش فاهم ما شغلش مخه هيقول لام ايه هيقول لام جحود ينتفع يعني العاقل بما كان ليستفيد فيما هو قاتل. دي اسئله بالجيل طبعا اسئله بالجيل خلاص ينتفع العاقل بما كان بالذي كان لا دي, دي هنا ايه جت موصوله جت بمعنى الذي اهو وما جاتش بمعنى لم خلاص يبقى اللام هنا لم ايه ليستفيد عشان يستفيد حتى لام التعليل تيجي بمعنى علشان انا آخدها بعديها ايه على طول اهو لام التعليل بمعنى علشان وتبين سبب حدوث الفعل وتنصب المضارع بعدها يعمل كل منا جاهدا ليحقق امله صح عشان يحقق او لكي يحقق ينفع اشيل لام التعليل واحط علشان او لكي يطيع الانسان ربه ليفوز عشان يفوز او لكي يفوز طب لام الامر تدخل على الفعل المضارع فتجزمه لتقل الصدق اه لام الامر وفيها طلب خلاص لتكل الصدق لينفق ذو سعه من سعه لينفق لام الامر في ضر المجزوم تستغل وقتك جيدا برضه لام الامر لتسعى في الخير برضه لام الامر ومجزوم بحذف حرف العله لتسعي في الخير خلي بالي تسعي كان اصلها تسعين دي المخاطبه فده مجزوم بلام الامر عم جزم حذف في حذف في النون وهكذا يا حبايبي دي لام الامر لام التوكيد او لام المزحلقه لام التوكيد او لام تقع غالبا في خبر ان واسم ان ولا تؤثر في اعراب ما بعدها زي ان الحق لمنتصر اللام للتوكيد ومنتصر خبر ان وان لكم في الانعام لعبره اسم ان مؤخر واللام لام توكيد والله ان التاريخ لا يعيد نفسه اه لام التوكيد الواقعة في خبر ان وبعدها مضارع مرفوع لا تؤثر في المضارع خلي بالك دي لام توكيد اللام الواقعة في جواب القسم والله لينتصرن الحق اه لام القسم وفعل مضارع مبني على الفتح لام الجر دي بعدها اسم للمؤمن الصادق له الحكم للمؤمن اللام حرف جر واسم مجرور له الحكم برضو اللام حرف جر والهاء ضمن في جر اسم مجرور لام الابتداء زي لام محمد اه لا وبتبقى مفتوحه دي يا حبايبي محمد مبتدا وصادق خبر وصادق خبر ولا مسجد اسس على التقوى برضه نفس الكلام لام التوكيد ومسجد ايه مبتدا مرفوع وعلامه رفعه ايه الضم إيه؟ 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 تدريبات نحويه على حلقتين اللي فاتوا حبايبهم بص معايا بقى من يملك نفسه عند الغضب اعظم الناس خلقا ده اسلوب ايه مش اسلوب شرط خلي بالك لا خالص خلاص ده اسلوب تفضيل من هنا اسم موصول بمعنى الذي الشرطيه طب دي مبتدا يبقى من يملك نفسه عند الغضب ماله اعظم ما تحته خط يعرب ايوه خبر مرفوع بالضمة الاجابه رقم د خبر مرفوع بيه بالضم لا يكتم السر الا كل ذي لسه قلت لك احذف النفي والا يكتم السر كل ذي شرف مين اللي بيكتم كل يبقى كل نعربها فاعل فين الفاعل اهو رقم الف عمرو بن العاص داهية العرب تسمى الواو في عمرو كويس انها مرت بينا اهو تسمى الواو في, ع... في كلمه عمرو واو العاطفه ولا واو الفارقه أنا قلت وظيفة الواو في كلمة عمرو للتفريق بينها وبين عمر. في الواحدة الأولى في النحو، ارجعوا لي. الواو دي اسمها واو الفارقة، تفرق بين كلمة عمر وعمر. عمر ما الواو بقول عمر. فالواو ليه؟ التفرقة بين عمر وعمر. يعيش المؤمن والقرآن. نوع الواو نوع الواو يعيش المؤمن، طب المؤمن يعيش القرآن بيعيش معاه؟ حي يعني هو حي دايما في قلوبنا. لكن هنا لا يشترك فين في الفعل فتبقى الواو هنا واوي واو المعية واوي واو يعيش المؤمن مع القرآن يعني ما أعظم أن نرى العرب وحدة المصدر المؤول في الجملة السابقة واخدينه في محل أيوة بعد ما أفعل على طول مفعول به محل نظم مفعول به الإجابة رقم د لا تهمل تحصيل العلم سؤال هام خلي بالي عندما نعبر عن الجملة بأسلوب تعجب تصبح لا تهمل اوعى تشيل النفي واحنا قلنا الجملة المنفية والمبني المجهول لا يأتي منهم الا المصدر من المؤول فقط يعني الاجابة الصحيحة فين ما غير ايه ما اجمل ان تحصل العلم انت شلت النفي ليه ما تنفعش طب اجمل بألا تهمل تحصيل العلم اه هي الاجابة رقم د هي الصحيحة الاجابة رقم حبايبي رقم ايه رقم د ما اجمل او اجمل بألا نهمل تحصيل العلم بئس عملا لاعتداء على حقوق الغير ما تحته خط منصوب لانه احنا قلنا نعمه وبيس لو جيب عليهم نكره منصوبه تعرب ليها اعراب من اثنين لو نكره تمييز لو اي حاجه ثانيه فاعل طب دي نكره يبقى ايه تمييز الاجابه رقم د اياكم ترك الواجبات اه اياكم ده اسلوب تحذير يبقى ترك مفعول به لفعل محذوف وطننا اعظم وطن ما اعظم وطننا نوع الاسلوب في الاثنين ده اسلوب تفضيل يبقى ده اسم تفضيل والثانيه اسلوب تعجب يبقى ده ايه فعل التعجب فعل ماضي مبني على الفتح يبقى اسم تفضيل وفعل ايه ماضي الصدق يا ابنائي فهو طريق الجنه حط الزم قبلها على طول الزموا الصدق اه ده اسلوب اغراء ده اسلوب ايه اغراء يبقى الزموا الصدق يبقى الصدق ربها مفعول به لفعل محذوف مقصد المجتهد في الكتب العلميه تحقيق التفوق بجديه نوع ما تحته خط مقصد قصده يعني اه ده مصدر ميمي مش مصدر سماعي شلت رقم د طب مصدر ميم مصدر ميم مصدر ميم طب نخش على اللي بعديه في الكتب العلميه علم وايه مشدده وتيه مربوط اه دي النسب طب ده مصدر صناعي ولا اسم منسوب ده جاي صفه كتب من صفاتها انها علميه يبقى ده اسم ايه منسوب انا طلعت رقم د قاعده عندي به يبقى مصدر ميمي اسم منسوب مصدر قياسي اتاكد اه التفوق مصدر قياسي طب جدية اه ده مصدر صناعي اسم مجرور علامة جره ايه اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسر يتحقق النجاح بالجد والعمل عندما نجعل الفعل واجب التوكيد واعرابه وحكم اعرابه يبقى والله لا يتحققنا. ومبني على الفتح الإجابة رقم الف نعم الطالب نعط اللي جاي هنا ده مخصوص بالمتح هو ليه اعراب من اتنين يا مبتدا مؤخر يا خبر لمبتدا محذوف في الحالتين سواء مبتدا او خبر فهو مرفوع فالاجابه رقم الف لان اسمها الخمسه ترفع بالواو يدعون عن ترى والرماح كانها شطان بئر في لبان الاتهام نوع الواو في يدعون دي واو الجماعه طب والرماح اه خلاص دي واو واو الحال طب فين واو او واو الجمع لا طب واو الجماعه واو الحال اه الاجابه رقم د والله ليصلن الصابرون الى مبتغاهم فلتحرص على خلق الصبر حكم توكيد الفعل بانه ليصلنه متوفره في الشروط مضارع واقع في جواب القاسم متصل بالله بالصلاه المباشر مثبت دل على الاستقبال الثانيه فلتحرص سبق بطلب لام الامر يبقى ده جائز يبقى الاول واجب والثاني جائز الاجابه رقم فين واجب وجائز الاجابه رقم ب بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء نوع لا في الجمله ايوه لا يضر انت بتنهي حد لا طبعا فدي لا نافيه حبايب يذاكر الطالب واضاءة المصباح لسه المثال يذاكر الطالب واضاءة المصباح مناسبة اعراب كلمة اضاءة واحدة مفعول معه والتانية مبتدأ في المفعول معه مبتدأ الاجابة رقم اعرب الاول وبص في الاختيارات هتلاقي اعرابك ان شاء الله هو الاختيار اللي هتيجي عليه فالاولى مفعول معه والتانية مبتدأ الاجابة رقم ج طبعا الإجابة رقم ج وإني لأزهى بالفتى وحبه يهوى الحياة مشقة وصعابا نوع اللام في لأزهى إني لام الجحود ما فيش كون منفي لام التوكيد آه دي في خبر إن أيوة لام التوكيد يبقى الإجابة رقم ب كلمة الطبيعة في الأساليب دي الطبيعة الطبيعة إلزموا الطبيعة لو أسلوب غرام مفعول به ما أجمل الطبيعة ده متعجب منه برضه بعد ما أفعل مفعول به حبذا الطبيعة ده مبتدأ مؤخر أيتها الطبيعة دي نعت او بدل خلاص طب هو مديني ايه انا قلت الاولى مفعول به والتانية مفعول به ومفعول به ومفعول به ومبتدا مؤخر وبدل وبدله طب ليه ما عربتهاش نعت ما احنا عارفين اللي بعد ايها وايتها يعرب اه اذا كان اسم مشتق يعرب نعت دايما لو اسم جامد يعرب نعت او بدل لو اسم جامد يعرب نعت او بدل يبقى الاجابه رقم ب ما كان احوج الانسان ده مهم اول مثال رقم 19 حبايبي ليه عشان كان هنا زائدة خلي بالك إذا وقعت كان بين ماء التعجبية وفعل التعجب تكون زائدة تكون ما إيه؟ تكون ما زائدة تكون كان عفوا زائدة فما أحوج الإنسان آه يا رب ما تحته خط ونوع كان ما تحته خط خلاص ده أسلوب تعجب يبقى دي مفعول به وكان زائدة الإجابة رقم د فلا تلزمن فلا تلزمن الناس غير طبعهم فتتعب من طول العتاب ويتعبوا اعراب الفعلين ده فين توكيد ده مبني على الفتح والتاني سبق بطلب يبقى دفاع سببيه منصوب بالفتح يبقى مبني على الفتح ومنصوب بالفتحه فين 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 او مبني على او مبني في محل جزم صح كده ومدرع منصوب الاجابه رقم ألف أه لجعل العربيه مختصة في جمله جمله واحده صحيح لازم يكون قبلها ضمير اللي هي الاجابه رقم ج انت العربيه جمالك اخاص اخر سؤالين عندنا العلم ايها الطلاب فهو سبيل التقدم اعراب العلم حط قبلها الزموا الزموا العلم ايها الطلاب اه ده مختص ده عفوا مغرى به مفعول ايه؟ مفعول به منصوب الاجابه رقم أ اذا ما دعت مصر اليها ابنها نهض لنجدتها سيانة مرقص او عمرو كلنا واحد نوع ما في البيت هل موصوله ولا شرطيه ولا زائده طبعا زائده والى هذا الحين حبايبنا الاعزاء نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ولا لقاء في حلقه قادمه ان شاء الله وفقكم الله لما ترجون والايام دي نستغل وقتنا جيدا ما نضيعش الوقت وربنا الموفق ان شاء الله وان شاء الله تكون سنه سعيده عليكم وعام خير عليكم وكل عام وانتم بخير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته